دعنا بالخير نسير، عش عمرك بالإحسان، ساعد غيرك يا إنسان. لا فرق هنا بالألوان، لا فرق غني وفقير، زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير. من أمم وشعوب جئنا، أفضلنا أحسننا شأنا، من كان له النور طريقا أسعى دوما للتعمير، أسعى دوما للتعمير. عش عمرك إيجابيا، إياك تكن سلبيا، افتح أبوابك للغير، كن دوما للحق سفير، كن دوما للحق سفير. زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير، زوار نأتي نذهب، دعنا بالخير نسير. عش عمرك بالإحسان، ساعد غيرك يا إنسان. لا فرق هنا بالألوان، لا فرق غني وفقير، زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير. ثقافتنا، مبادئنا وعاداتنا، جميعها قيم. تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن، فهي قيمنا. وقيمنا كشجرة متعددة الفروع، وتحت ظلها أخلاقياتنا. تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها، وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم. قيمنا هي حياتنا، ولا حياة بلا قيم. من فيكم غير راضي عن حياته؟ من فيكم راح يكون سعيد لو أنه سدد ديونه؟ وراح يكون أسعد لو أنه سكن في بيت جديد عوضاً عن بيته القديم؟ مهما كانت ظروفك صعبة يا أخوي، ألا تعتقد أن في جانب آخر جميل في حياتك يستاهل ويستحق أنك تمتن عليه شكر لله؟ ما هو الشيء الذي يشعرك بالامتنان لأجله؟ تذكر أسرتك، أبنائك، تذكر زوجتك. ألا تعتقد أن الإنسان يجب أن يكون شاكر في كل الظروف مهما كانت الظروف صعبة؟ يا أخواني، لو أتكلم فقط عن الأبناء ونعمة الأبناء في هذا العالم، هناك الملايين من الناس محرومين من نعمة الأبناء. وأذكر قصة حصلت في إحدى الدول العربية، في مصر تحديدا. في صباح يوم مشرق كالعادة، رجل غني جدا وكبير في العمر، تقريبا عمره في السبعين، كل يوم الصبح يطلع من البيت بسيارته الفخمة باتجاه الشركة. وبجانب بيت هذا الثري هناك بناية قيد الإنشاء. أحد العمال البسطاء في كل يوم لما يشوف هذا الثري يقول يا ليتني مثله، يا ليت اللي عنده عندي. في كل صباح، وفي هذا الصباح بينما الرجل الثري طالع بسيارته الفخمة بجانب هذه البناية، إذ بهذا العامل ما أعرف شو ما تمالك نفسه ينادي بأعلى صوت ويقول يا بيه ما تدينا من اللي عندك عشان نعيش السعادة زيك. فالرجل الغني سمع هذا العامل شو قال، لأنه كان نزل جامعة السيارة، فوقف السيارة ونزل باتجاه هذا العامل وقال له بتقول إيه؟ قال والله ما قلتش حاجة. قال لا أنا سمعتك، أنت قلت
ان عطني من اللي عندك على اساس اعيش السعاده مثلك. قال شوف انا بعمل معاك صفقه، شو رايك؟ انا قال صح ثري بس انا عندي الكلى وكل يوم اسوي غسيل كلى، هل ممكن تعطيني الكلى اللي عندك واعطيك انا تشيك على بياض تحدد الرقم؟ قال لا. قال مين الغني، انا ولا انت؟ قال كم من الابناء عندك؟ قال عندي خمسه. قال الله يحفظهم لك. قال انا صحيح رجل غني جدا وعندي فلوس لكن انا ما عندي ابناء، انا عقيم، انا مستعد عطني واحد من ابنائك وما لك خص فيه وانا مستعد اعطيك شيك على بياض، تعطيني؟ قال لا. قال اذا من الغني، انا ولا انت؟ طبعا ما عرف يرد هذا العامل، وكثير منا يا اخواني مثل هذا العامل، دائما نشوف الناس ما يملكون ونقول يا ليت نحن عندنا اللي عندهم، لكن ما نشوف النعم اللي عندنا نحن، ما نلتفت، مشكلة لما اللي في ايدنا نلتفت في اللي بيد غيرنا للأسف. الامتنان يا اخواني هو مفتاح من مفاتيح السعادة. قل يا رب امنحني قلبا شاكرا لفضلك ولعطاياك، دائما قل هذه الكلمة، امتن يا أخوي لله على صحتك، امتن لله على أسرتك، على وظيفتك، على الأمن والأمان. أذكر في إحدى رحلاتي مع الهلال الأحمر الإماراتي كنا في زيارة إلى مخيم مراجيب الفهود بالأردن، وهناك التقيت بأحد الأخوة السوريين، فكان واقف أمامي هذا الرجل، قال لي تعرف منو اللي يكلمك؟ قلت له منو؟ والله بهذه الطريقة. قلت له منو؟ قال أنا رجل أعمال فلان بن فلان بن فلان، هو في مخيم، قال رجل أعمال فلان بن فلان بن فلان، أنا كانت عندي شركات قابضة، عندي أكثر من شركة وعندي أكثر من سيارة وعندي أكثر من بيت، لكن اليوم أنا ما عندي شيء، لكن تعرف شيء يا فهد؟ أنا بكون سعيد بس بشرط. قلت شو؟ قال والله لو ترجع سوريا آمنة، والله لو أنام أنا وعيالي على الرصيف راح أكون سعيد. أثر فيني حقيقة، فعلا أثر فيني. استشعروا يا أخواني نعمة الأمن والأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كأن الدنيا كلها عندك، عندك أنت وظيفة يا أخي أحمد ربك، ساكن أنت بيت إيجار مديون، لكن عندك صحة أحمد ربك يا أخي. في إحدى القصص العجيبة شخص رايح مع صديقه في بهو لفندق ضخم جدا، فشاف الأثرياء والناس، فيقول له صديقه، يقول له يا أخي وين كنا نحن لما وزعت هالأموال والفلوس هذه، عندهم كل شيء إحنا ما عندنا، زعلان. فصديقه مسك بيده ووداه لأقرب مستشفى وين الأمراض، وين المرضى فيهم أمراض السرطان، قال أين نحن أو وين نحن من الأمراض هذه؟ ويني أنا وياك؟ أنت شفت أن هذيلك عندهم فلوس، تعال شوف هذيل المرضى، ويني أنا وياك؟ إحنا ما مرضى، إذن يجب أن نشكر الله. ففعلا خجل هذا الإنسان، وفعلا نحن كثير منا نشبه ذاك الإنسان اللي لا نرى من الأشياء إلا الأشياء اللي نحن نفتقدها، لكن ما نتذكر أبدا الأشياء اللي بيدنا. يقول الله سبحانه وتعالى قليل من عبادي الشكور، أكثر الناس الحقيقة لا تشكر. دائما الإنسان يبحث عن المفقود ولا يرى في الموجود. شخص ملحد أمريكي فيلسوف اسمه ويل ديورانت، هو ملحد، قال مقولة من أروع ما يمكن، قال نحتاج إلى قدر من الحكمة ليس لأن نكون حكماء بل حتى ندرك أن كل أمر نعده عاديا هو ليس بعادي. بمعنى يقول لما أنت تقدر تشل هذا قلاصة شاي وتشرب، ترى يقول هذا شيء أبدا ما عادي. وفعلا اسأل من يده لا تتحرك. يقول إذا أنت تقدر تقوم وتمشي على ريولك، ترى هذا شيء أبدا ما هو عادي. وفعلا اسأل ذاك الإنسان اللي صار أكثر من 30 سنة هو ما يمشي. ألا تعتقد أن كل هالأشياء اللي عندك أنت الحين تستحق الشكر وأنك ما تحزن؟ أتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم
ولك الحقول وزهرها ونخيلها ونسيمها والبلبل المترنم، أتقول أنك معدم ودمتم بود.